توصل إلى نقطة مهمة بالنسبة لك مع هجن العاصفة في هذا اليوم الكبير في هذا المحفل، شو يقول الشيخ حمدان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حمدان محمد جايب هجن العاصفة وهجن الرئاسة، وإن شاء الله أحدهم هالليلة أن يأخذ السيف ويجيب لنا الإمارات إن شاء الله. مكانة المملكة العربية السعودية في قلب حمدان بن محمد غير 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 غير، وبتشوفه إن شاء الله في السنة الجاية في العلا. ليش هذا الحب طول العمر للسعودية؟ شوف هيثم، أخواننا السعوديين لما نيهم هني ويون أخوان يعني أخوانهم من الإمارات يعني يحسسوننا يو في بيتهم، ما نحس بفرق، خاصة لما زرناهم في العلا وشفنا المناطق هذيك العظيمة يعني، وتاريخ الإمارات السعودية ما وصلوا لهالمحبة اللي واصلين الحين، فالحمد لله والله يديمها إن شاء الله من محبة. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوب كان له تصريح عندنا طويل العمر، قال علاقتنا مع المملكة العربية السعودية تاريخية وحاضرة، ونحط حاضرة بين قوسين، يقصد أن المستقبل بعد واعد، يعني الحمد لله بدينا بداية طيبة والمحبة قاعدة تزيد وتزيد، مو بس بين الروس الكبار، لا بين حتى الشعب. فنحن لما نجي السعودية، أنا جاي الحين بيتي، شعبه يحسسني بهذا الشيء، وطبعا السعوديين لهم كانها خاصة عندنا، ومثل ما قلت لك بتشوف إن شاء الله في العلا.